لا والله والله ما بشوفه تو خلص. اليوم مقطعنا عن الأكل. تخيل أنك تأكل أشياء تتحرك، أشياء تعيش بالمستنقعات. هلا والله عزيزي المشاهد، إذا كنت قاعد عم تأكل أو جوعان وبدك تأكل، ما بنصحك تشاهد هذا الفيديو إلا وأنت شبعان حتى تستفرغ. اليوم رح نشوف المقطع عبارة عن أكثر ناس مقرفة على الأكل. طبعا المقطع وصلنا من أحد المتابعين، صوت الغلاف تبعه بتجنن والله، رح تشبعوا بدون ما تأكلوا. طيب يا اخوان، ما بطلع عليكم اكثر، دعمونا هذا المقطع باللايك واحكوا لنا تحت بالكومنتات يا ترى لو انفرض عليكم هذا الامر بتاكلوا هيك اكل؟ لو انجبرتوا يعني فيكم تاكلوا ولا مستحيل؟ لو شو ما كان لو راح يسبب لموتك مستحيل تاكل صحن مكون من ديدان. اوكي، بداية المقطع يا حا، هي مسقعة الديدان. فاره فاره شمبري يا عش قط مقرف، عم ياكل خفاش. الو، كل ما بشوف الخفاش بتذكر قصة كورونا. يا عمري شو عم تحس انت وانت عم تاكل هالشي المقرف؟ لونه بيقرف. كل ليش اسمه عم يطالع منه اللحم، عم يفرجيكم انه فيه لحم. يعني شوف قديش غبي فلخه. يا الله شو اللحم اللي فيه، بس بدي افهم شو نكهته شو طعمته. بيستمتع هو عم ياكله ليك شوفوا. اها، هاي الطبخه الثانيه اللي حكيت لكم عنها، انه هاي مسقعه الديدان، كلها ديدان. عم تعصر عليها الليمون. خسارة يعني كيف بدي لكم هالخيارات اللي محطوطة. شوف مقطعه مظبط منظر الخيار والبقدونس والليمون، شي بشهي. بدها تخلص اللي قدامها كله. حالفة يمين ما تقوم حتى تخلص اللي قدامها. اوكي، هي المقب. شو هاد قلب؟ شو؟ أعضاء بشر؟ جد؟ شو هالعل... أعضاء بشر كأنه؟ شو هاد؟ لا بربك لا. عم تأكل بشهية. طبعا هذا هو القلب اللي طلع بالبداية، بس قطعته لشرائح و العوافي. طبعا هاي الناس ما بعرف شو الله اللي جابرها انها تحط هاي الاشياء وتاكلها وتصور حالها، غير انه مشاهدات على اليوتيوب ومصاري، ولكن اشياء مقرفة. يعني تخيل انا بدي مشاهدات، قوم بجيب جحش بحطه بطبخه وبقعد باكله. تخيل. اوكي كفي المقطع. ما بعرف شو هاي. اوكي اوحا افاعي، شوف هذا كيف عامل لسانه. اتخيل عن جد انك تجيب على البيت افاعي وتاكلهم، يا ايش مقرف. خاسه يعني ضيعتي الانوثه. معقول خدعة؟ والله حي وقاعدة عم تشفيها يا قديش مقرفين يا شو هاي الناس هاي. ايوه كانها عم تاكل عرق بقدونس. والله ما بعرف اضحك ولا اعرف. هاي
هاي متعودة على أكل الخريطيم. ها وجع لك ليكو. يعني اللي بيزعجني من هذا الموضوع مش الأكل المقرف، يعني اللي بيزعجني شوفوا الحمرة اللي حاططها، الأظافير، التزبيطة، المكياج، ريحة العطر لهون موصلة، وطلع شو عملتك. شوف شوف أظافيرها، شوف بالله عليك، يعني شيء عن جد مغزي. يعني هاي لازم معلم، هاي أشي ما لازم تأكل. شو هذا؟ ما عرفنا شو هو. كلب؟ لا تقول قطة. شو هاد؟ كلب أو قطة؟ ما بعرف. شو؟ والله شكل قطة، هاي اجرين قطة. الله لا يوفقك. لحمها ابيض، ياع سنونها، شوف سنونها. قطة هاي قطة، ها قطة. العلامة اللي طرقك لحبتي نفسي. ابرعس كمان؟ حتى ابرعس ما سلم منكم؟ تي شوف الاظافير اللي عملتها معلم. استنونا بامراض جديده حقيقه، يعني شوفوا على هالاشياء الفظيعه اللي قاعده عم تاكلها وبكل الزي وبكل شهيه هذا هو نفسه الحيوان اللي بتضربه معلم بالشحاطه، بينقطع دانه وبيصير يعمل لك هيك. عرفتوه؟ هذا هو نفسه. هاي الصلصه تبعيته. هادي عم تشيل جلده عنه. الحمد لله نعمه العقل، الحمد لله نعمه العقل ونعمه الاسلام اللي حلل اكل وحرم اكل. شو هدول الجردان؟ جردان مشوية. لك لعمة ضربك. انا اللي بحب الفروج، اذا بدي اشتري فروجة مشوية وبحس فيها زنخة بقرة، فكيف جردون مشوي؟ مشوي او مقلي بالزيت. ايوه حطها مع الخس معلم، فوقها شوية جزر على شوية خيار وكل معلم. برافو. فيروس جديد عم يستنى العالم. اوكي مع الجزر. والله سمع النصيحة. والله مستحيل. شكرا يا مش نورشكو. اوكي هون جينا على الاكل المتحرك. سكر باجوك لعم ضربك، لعم اللي ضربك. اخطبوط، قطع الاخطبوط وبعد الجيران عم تتحرك، اللي عم تتحرك، وهذا نازل اكل. والله هاي الناس لازم تتحاسب على اشياء اللي عم يعملوها وعم يصوروها على اليوتيوب. ناي معلم ومطبوخ ابدا على حاله. شوفوا هون عم يتحرك
شوفوا هون عم يتحرك واطرافه مقطعه. صوت طمني عن حالك. ليش عم تتحرك؟ الترين عم تتحرك يا يا. تخيل انك تاكل اكل عم يتحرك، تلحقه من هون لهون، تجيبه من هون يهرب لهون. تاكل همالبي والله، وعم ياكل بشهيه حرام والله. يعني ما بعيدا عن الاكل المقرف، يعني اعضاءه عم تتحرك وانت لا لا لا، هدي شوي. هذا فار وني تشاهده ولا لا؟ يا الله والله فار ني. منيح لحقت وقفته لحظة، انا ما يعني بطش والله. لحظة يا شباب، هو هذا اخر لقطة مثل ما شايفين، خالص الفيديو فختامها مسك. شو رايكم نتفرج عليه؟ معلم خد هيك سي، بصي علي بص. تفضل يا لا والله والله ما بشوفه تو خلص. والله غريبه هالناس شو بتاكل معلم، قاعد عم ياكل لي فار مو منتوف مو مش يعني اللي كان بالبدايه افضل شوي، منطفينه طابخينه سارقينه شويه ملح شويه بهار بتغطي. معلم هذا جايبه من التواليت وقاعد عم ياكله، فالله يكون بالعون. يعني جدا فظيع هذا المقطع عن جد، اللي ارسل لي اياه هلا راح اخرطه بلوك فجر راسه. طيب يا اخوان، لو بكون انتهى مقطع اليوم، ارجوكم ما حد يحط ديسلايك، لانه اذا حطيتوا ديسلايك فبيكون ادي مش على اكل. حطوا لنا لايك لهذا الفيديو، وعن جد اشياء جدا بشعه مقرفه. بس يا اخوان تحيه للجميع، باي 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 باي.